السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد رجب من أكاديمية بي برو تريدر، ودرس جديد بعنوان ما هو الإيثيريوم. في الدرس بتاعنا النهاردة هنتناول كذا حاجة، 3 نقط: إيه هو الإيثيريوم، وإيه الفرق ما بين الإيثيريوم والإيثر، ومتى نشأ أو مين هو مخترع الإيثيريوم أو مين هو مبتكر الإيثيريوم. في الدروس اللي فاتت اتعلمنا وعرفنا ايه هي العملات الرقمية، وعرفنا الاسماء المختلفة للعملات الرقمية، وعرفنا ان احنا عندنا 5 انواع رئيسية للعملات الرقمية، قلنا عليهم البيتكوين والبيتكوين كاش والإيثيريوم والريبل والليت كوين. اتكلمنا عن العملات دي واتكلمنا عن مميزات وعيوب العملات الرقمية، وبرضو شفنا في الدرس اللي فات ايه هو الريبل، امتى نشأ ومين اخترعه. والنهاردة ان شاء الله هنبتدي ونشوف ايه هو الايثيريوم. اول حاجة عشان نعرف ايه هو الايثيريوم ده، هو زيه زي العملات، زي اي عملة رقمية. خلينا نشوف التعريف اللي مكتوب. بيقول الايثيريوم هو منصة حوسبة لا مركزية يمكن التفكير في الأمر مثل جهاز الكمبيوتر محمول أو كمبيوتر شخصي، لكنه لا يعمل على جهاز واحد. بدلا من ذلك يتم تشغيله في آن واحد على آلاف الأجهزة حول العالم، مما يعني أنه ليس له مالك. وبيقول يتيح الإيثيريوم يتيح لك الإيثيريوم مثل البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى تحويل الأموال الرقمية، ومع ذلك فإنه قادر على أكثر من ذلك. يمكنه إنشاء الكود الخاص بك والتفاعل مع التطبيقات التي تم إنشائها من قبل مستخدمين آخرين نظرا لمرونته العالية، ويمكن إطلاق جميع أنواع البرامج المعقدة على الإيثيريوم. يعني إيه الكلام ده يا أستاذ أحمد؟ عشان أنت يعني الكلام الأكاديمي ده إحنا مش بنفهمه، إحنا عايزين حاجة سلسة. طيب خلينا نتكلم ببساطة شديدة، يعني ايه الايثيريوم؟ بيقول ان هو عملة لا مركزية، او حاجة شبكة لا مركزية، زيه زي العملات الرقمية تماما. يعني ايه لا مركزية؟ احنا لما اتكلمنا عن العملات الرقمية قبل كده قلنا ان العملات الرقمية ان هي لا مركزية. لا مركزية دي يعني مفيش حد يقدر يتحكم فيها، ولا حد يقدر يحدد السعر بتاعها، مفيش اي دولة، مفيش اي بنك مركزي يقدر يتحكم فيها. زي ايه يعني؟ مثلا عندنا الدولار الامريكي. الدولار الامريكي لما سعره مثلا بينزل او سعره بيطلع جامد بسعر مبالغ فيه او بينزل بصورة مبالغ فيها، مين اللي بيتدخل عشان يحل الازمة اللي في الدولار او يمنع تدهور الاقتصاد الامريكي؟ عندنا البنك المركزي الامريكي او الفيدرالي الامريكي هو اللي بيقدر يتحكم في سعر صرف الدولار الامريكي، عشان كده هو اللي بيقدر يتدخل في اي وقت. هو ده بقى يعني في الفرق، ما هو ده الفرق ما بين المركزي واللامركزي. هو ده الفرق ما بين المركزي واللامركزي. المركزي اللي بيبقى فيه حاجة، فيه مصدر هو اللي بيقدر يتحكم فيه، لكن اللامركزي هي ما بيكونش فيه اي حاجة او اي سلطة تقدر تتحكم في العملة دي. طيب وايه تاني؟ الاثيريوم ده شبكة بتقدر من خلالها تحول العملات لأي مكان في العالم. يعني ايه؟ يعني زيه زي الخدمات اللي هي متاحة دلوقتي، مثلا زي الويسترن يونيون، زي البنوك الإلكترونية، بتقدر تحول وانت قاعد في البيت في ثانية واحدة بس، تحول من اي بلد توصلك في البلد التانية في نفس اللحظة. تمام؟ زيه يعني نظامه نفس نظام العملات الرقمية التانية. بيقول انك تقدر تنشئ الكود الخاص بيك والتفاعل مع التطبيقات التي تم انشائها من قبل المستخدمين. يعني تقدر تعمل كود خاص بيك، ما الكود ده ما بيبقاش فيه، يعني هو الكود الخاص ده بتاعك، محدش بيبقى معاه الكود ده غيرك، وهو الكود ده اللي بتتعامل بيه مع الناس التانية. يعني مثلا انا عايز احولك فلوس، اقول لك اديني الكود بتاعك، اروح كاتب الكود بتاعك عندي، وبعدين اقدر احول الفلوس ليك على طول. تمام؟
وبيقول لي نظرا لمرونة الإيثيريوم ده أو فكرة الإيثيريوم دي، نظرا لمرونتها يمكن إطلاق جميع أنواع البرامج المعقدة على الإيثيريوم. إحنا قلنا إن الإيثيريوم ده أصلا شبكة، وعشان كده عشان هي معقدة جدا وصعب اختراقها أو صعب إغلاق التطبيقات عليها، البرامج اللي بيبقى عليها تعقيدات كتيرة تقدر نرفعها على شبكة الإيثيريوم دي. بيقول لي ببساطة الفكرة الرئيسية وراء الإيثيريوم هي أنه يمكن للمطورين إنشاء وتشغيل كود يتم تشغيله عبر شبكة موزعة بدلا من التواجد على سيرفر مركزي، وهذا يعني أنه من الناحية النظرية لا يمكن إغلاق هذه التطبيقات أو مراقبتها. زي ما اتكلمت وقلت ان محدش يقدر يقفل التطبيق بتاعي، يعني انا التطبيق بتاعي رفعته دلوقتي على شبكة الإيثيريوم، لو في مشكلة او في اي حاجة محدش يقدر يقول لي لا التطبيق ده هيتقفل او التطبيق ده هيتمنع. تمام، نيجي لتاني حاجة، تاني نقطة، ايه الفرق ما بين الإيثيريوم والإيثر؟ دلوقتي الفرق ما بين الإيثيريوم والإيثر او الاي تي اتش هي ان الإيثيريوم ده اصلا هو الشبكة، هو البروتوكول، البروتوكول نفسه. يعني ايه؟ يعني الإيثيريوم ده هو الشركة الرئيسية والإيثر ده هو العملة بتاعة الشبكة دي. تمام، هنا في التعريف بيقول لي الوحدات المستخدمة في إيثيريوم لا تسمى إيثيريوم، الإيثيريوم ده هو البروتوكول نفسه، ولكن العملة التي تشغلها تعرف ببساطة باسم إيثر أو إي تي اتش اللي هو الاختصار بتاعها. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا دلوقتي عندي شركة أو أكاديمية بي برو تريدر، الأكاديمية دي أو الشركة دي لو تم إدراكها في البورصة هل هيتم إدراكها بنفس الاسم؟ في شركات بالأسهم بتاعتها بتبقى بنفس اسم الشركة، وفي شركات بيبقى ليها اختصار، يعني مثلا هنا بي برو تريدر الاختصار بتاعها بي بي تي. تمام، فلما يجي لما يجي يتم ادراجها في البورصة الاسهم بتاعة الشركة بتاعتي هتبقى اسمها بي بي تي. ده بالظبط اللي حصل في الايثيريوم. طيب نشوف النقطة الثالثة معانا واخر نقطة، من ابتكر الايثيريوم؟ احنا شفنا واتكلمنا في الدرس اللي قبل اللي فات ان اللي ابتكر البيتكوين مجموعة من المطورين اسمهم او تحت اسم مستعار اسمه ساتوشي ناكاموتو. ولما في بعد ما تم اختراع البيتكوين بفترة ظهر شاب اسمه فيتاليك بيتروين وقال انا هتصور طريقة لتطوير هذه الفكرة، لتطوير فكرة البيتكوين وتطبيقها على أي نوع من التطبيقات، وتم في النهاية بلورة هذا المفهوم اللي هو خرج لينا بمفهوم الإيثيريوم. وقدم مفهوم الإيثيريوم ده أو قدم الشركة بتاعته دي أو النظام بتاعه ده في عام 2013 من خلال مدونة تحت عنوان اسمه إيثيريوم العقد الذكي الشامل ومنصة التطبيق اللامركزي. وفي المنشور بتاعه وصف فكرة البلوك تشين إنها جهاز كمبيوتر لا مركزي الذي إذا توفر له ما يكفي من الوقت والموارد يمكنه تشغيل أي تطبيق. يعني إيه؟ يعني قال إن الفكرة، فكرة الإيثيريوم ده هي منصة لا مركزية، منصة تطبيق لا مركزية، زي ما قلنا إن اللا مركزية دي يعني مفيش أي حد يقدر يتحكم فيها. تمام، و الفكرة بتاعت البلوك تشين اللي اصلا اللي هي قايم عليها البيتكوين برضو الفكرة لا مركزية، بتبقى عبارة عن عقد بتتجمع وبتتكون اصلا في كتلة واحدة عشان يطلع لنا اللي هو البيتكوين او العملات الرقمية دي. تمام، وقال لو توفر لي الوقت الكافي والموارد يمكنه تشغيل اي تطبيق على يعني في وجه على وجه الارض، اي تطبيق لو حتى مساحته قد ايه هيقدر يشغله، لو حتى امكانياته هيقدر يشغله. وده كان المختصر بتاع المدونة اللي نشرها سنة 2013، وده كان الدرس بتاعنا النهاردة. اتمنى اكون افدتكم، واستنوني في دروس ثانية كتير، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.